طول البحر يا محمد شاكر. ها؟ عيدية. ما عندي عيدية. طبعا جايين نختار كيكة العيد. اتوقع بناخذ واحدة صغيرة كذا. والذي طبعا اختي تقول انه ما في شيء مميز فيهم. تبغى شاي مرة واو يعني. طبعا اغراني شكلي كروسان فقلت لي حطي. يا اخي احنا جايين نشتري كيك، ليش يحطون لنا كذا مغريات قدامنا؟ غش. طبعا اخذنا الطلبية الحين يقول لا حد يشوف. بس عجبتني ذي قلت اجي اشوفها. فهو يعني كمل بحث ووصل ان 10,000 ساعة اللي يتكلم عنها راعي البحث هي حقية المحترفين، ان كيف تصير محترف في الشيء. زحمة. لحظة خشيشيني، كم واحدة تبون؟ يا أخي الواحد ما يفتك من فقرة اختيار الكيك، واحد يجي لها اختيار الورد. مرة قلب هالورد، بعدين قلب هالورد، بعدين قلب هالورد. يغلفوني عادي ولا؟ كويس. خلاص الجدار ومشينا، نشتري التغليف وأنا أغلف فيه في البيت. مشكلة إنه تعطيني ولا جاري تقلي قدام. طبعا وانا طالع قبل شوي كلمني مندوب يقول لي جبت لك طلبيه. اقول له ما جبت طلبيه ابن الحلال. المهم اخر شيء جابها، بنزل اشوفها الحين. طبعا تم توصيل الكيكه بسلام، ان شاء الله سلام. نشوف، خلينا نشوف. بسم الله. طبعا حاطه في كرتون اكبر من حياتي. لا الامور طيبه، وصلت بالسلامه. كيكه تخرف عيد الاضحى مو بالحين الفطر. طبعا جيت البيت وشفت الهديه. ترى تبي لي عصير؟ والله اللي جابها مره شكرا، بس ما عرفتك يعني. يا ليت تعلمني من انت. مرة شكرا. صباح الخير. طبعا الحين رايح اصلي العيد. انا متأخر طبعا. This is الحساسيتي. طبعا وقفت قدام بيت واحد بس ان شاء الله ما يزعل علي. يعني عيدكم مبارك، كل عام وهو بخير. ان شاء الله ما يزعل علي. ان شاء الله ما يزعل. طبعا ابشركم لحقت على الصلاة. اصلا كان مفروض اني ما استعجلت، بس يا اخي هم ما فرض 5:30 بيصلون، ففكرت يعني ان بتفوتني الصلاة وكنت متأخر وكذا. طبعا الحين بروح بيت خالي هناك يعني الجامعة وكذا والفطور، وبعدها ان شاء الله عندي شيء حلو ابغى اسويه. كل عام انت بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. روعتني. ها؟ ما عندي عيدية. اهلين، سلام عليكم. جايكم. ايوه. طبعا اهم شيء خلصت اطربوي. احلى باش مهندس. كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، الله يسعدكم ان شاء الله من عايدين الفايزين. ارحبوا علومكم. الله يا المجرة كله اللي حابين يرسطون البحري. على التسخين. على الاسطول البحري محمد شاكر. فجر. اصبر بفجر واحد. انا بفجر. يلا. ايوه خوافان. وين نصور دقيقه؟
يلا. سناب فلتر. السلام. لا يا اخي هذا يقول لك نحن قوم اذا طلعت من الفلوس لا تعودوا الينا. السلام. طبعا خلصنا فقرات العيد الصباحيه، الحين باقي فقره انا بسويها ان شاء الله ان الشباب صحيين. ها ميمي كلام انت بخير. طبعا من الاشياء اللي يسوونها كل عيد انه يسوون رسائل ومكتوبه بالاسماء، يعني مرهم مرهم مثلا رساله واقراها مكتوب الى علي. طيب عيد سعيد وكل عام وانت وانا بخير. وطبعا يسوون رسائل زحمه وتدور اسمك. انا بس ثلاث رسائل. ثلاث اكتبها ليش وانا لا واحده. طبعا يا جماعة بروح الحين اودي هدايا حق ربعي، هدايا بسيطة يعني. طبعا خوينا مناوب في العيد، تخيلوا اداوم في العيد. صورني هلا بالزين. طبعا بيعطيني عيودة. يا سلام. والله صرنا نعايد وانا اجيب لك عيودة. كلام انت بخير. طبعا كل المشوار بس عشان اجيب لك العيودة. صد صد. طبعا وجهي مفقع وحالتي حال وفيني النوم، بس انه تويج الخوي. الامور طيبة. كلام انت بخير. بعطيك ذي عيودة. كلام انت بخير. عيدك مبارك. مع السلامة. باي باي. وداعاً. السلام عليكم. طبعا نمت كالعادة غيبوبة الظهر، اللي ما تجي لغيبوبة الظهر يوم العيد ذا يعني انسان غريب. ونمت وصحيت على العصر قريب المغرب كذا، فكملوا معي الفعاليات. كلام انت بخير اخوي علي. معايدين وفايزين. وهذه عيودتك. اي والله نراتبك. صرت من دايرين اللي يعطون عيودات. شلون اجل؟ بس شيف حق السبيشل بس. ما بحق اي احد. انت لو تعرف مقدار حبي لك يعني كان واحده ما تكفيني يعني. ترى في مره اعطيك ايش دعوه؟ طبعا جايين كنزان. مسويين جلسات للعيد اشوف. حركات. ايش سالفة الصخور ذي؟ اقول لك هذا جايبينه من جبل كنزان. طبعا الجبل ذي له قصة جدا جميلة، يعني الواحد ما يدري ايش يقول فيها لانه ما يعرف. الله يخليك. لا اعرف ايش يقول فيها. اوف اوف اوف. شوف طبعا هنا عارضين الهادي على الصخرات اللي من الجبل اللي تقول عنها اسم الجبل كنزان. طبعا حاطين ضيافه وحركات. سجاد يراهن على ذي يقول انه شيء 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 يقول ابغى شاي. يلا عاد. ها؟ ايه لا انا ما اشرب. طبعا ناطي محمد. كلام انت بخير. طبعا هذه كانت فعاليات اليوم الاول للعيد، فعاليات خفيفه بس. كان معك محمد. السلام عليكم. طبعا اقول له فهمت ما ترى ليش انا في اي ما اعطتني